الاكله ديال ولا سلو هو واحد العاده درجه عليها الاجداد ورثوها الامهات ديالنا والاباء ديالنا. هي ولات واحد بحال كنتفكروا بها رمضان، يعني كتشوف كان كيساوي رمضان. شنو كاين زعما يعني ولفناه ورمضان بلا سفوف ما كيتسماش رمضان، يعني كتجي كيكون ناقص هادشي اللي كاين. السفوف زعما الحاجه الا ما حطيتها في الفطور كتبان الطبله، وداك الشيء ضروري من السفوف يكون في الطبله. يعني رمضان بلا سفوف ما ماشي هو هذاك، ماشي هو هذاك ضروري، واخا ما تاكلش ضروري تحطوه في السفوف. رمضان بانها تقاليد مغربيه، وثانيا فيهم تقاوت، فيهم اللوز، فيهم القرقاع، فيهم هذا الكاوكاو، فيهم كاع جامع التقوت. احسن حاجه تتقوت في رمضان، وهذا هو السفوف. حنا مش معترفين، ما كاين حتى شي حاجه، كلشي لازم الشباكيه والقرقع واللوز هذه لازم يكون فيهم. حتى الشباكيه لما كان فيها اللوز وما كان فيها هذا ما كاين حتى شي حاجه. السنه سعيده، كل عام وانتم بخير، ورمضان كريم عليكم وعلى المسلمين وعلى الامه الاسلاميه جميعا، وكل عام وانتم بخير. رمضان مبارك سعيد، والله يرفع لنا هذا الوباء هذا، والله يتقبل من الجميع، وعشر مبروك على المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن وعلى الامه الاسلاميه اجمعين. ايوا الله يدوز علينا بالخير وبالصحه والسلامه وطول العمر، يرفع علينا هذا الوباء وينصر سيدنا. رمضان كريم على المغاربة جميعا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء، أهله الله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد. بالنسبة فيما يتعلق بوجبة السفوف، المغاربة أولا هي عادة دأب عليها المغاربة وورثوها عن أجدادهم أولا، ثانيا هي وجبة غذائية لأن الإنسان يظل صائما يعني لمدة واحد الساعات طوال تتراوح أو تتفوت عشرات الساعات، وبالتالي ديك الوجبة كتكون فيها عناصر غذائية يعني فيها فيتامينات، بالتالي هي وجبة يعني كتعوض الصائم على مجموعة من العناصر الأساسية في الجسم ديالو. ناهيك عن أنها عادة كما ورثناها، ومن ناحية النفسية يعني السفوف يعني عنده واحد علاقة وطيدة برمضان، وهذا مكان وشكرا. السفوف هو شي حاجه اللي زوينه للذات، الانسان تيكون نهار كامل هو صايم، والطاقه كتكون نازله بزاف منين ملي كيفطر كياخذ اول حاجه المعلقه السلو ولا السفوف، هو اللي كياكل بها كيبدي بها حيت هو رمزيه للذات. يعني رمضان بلا سفوف، رمضان بلا سفوف بحال عندك هو والحريره، الا ما كانوش في الطبله والشباكيه، هادو هما الرمز ديال رمضان. الانسان باش كيصوم تيبدا بالشباكيه، التمر، الحليب، وكيمشي للسفوف. السفوف هو كلشي. اي لقيتي لي الله ساليت، درتو في البوطه وسديت عليه وعاد خرجت نشم الهواء. هو كيبغي شويه العوين، يعني باش هو اللي خايف فيه بزاف هو الزنجلان، التنقيه ديالو، تنقي الزنجلان، دير المسائل ديالك، اللوز سويتو كتفزكو كتفساخ كيتقلى، يعني عنده مراحل باش يوصل للطبله، والمستهلك هو اللي كياكلو. اما اللي كيصاوبو الانسان خاصو يقول له الله يعطيك الصحه على السفوف، حيت هو كيدي واحد يعني كيبغي مراحل بزاف، يعني ثلاث المراحل، اربعه، حتى لخمسه المراحل باش يوصل للطبله ويطلقاو جاهز وتاكلوه. بهذه المناسبة العظيمة كنقول لهم رمضان مبارك سعيد لأمة محمد كلها، الناس اللي داخل الوطن واللي خارج الوطن، والناس خصوصا الناس اللي في الغربة، هذوك الناس اللي في الغربة ما عندهمش كاع رمضان، كيجيو الحنين بزاف لبلادنا، وبلادنا راه زينة غير حنا خاصنا نتهلاو فيها. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.